السلام عليكم، معاكم عبير حمادة، سينيور اتش ار مانجر في سبادكو انترناشونال بترولي. انا طبعا لسه مخلصة امتحان دلوقتي، والحمد لله بقيت بي ام بي سيرتيفايد اباف تارجت، وده كله طبعا الفضل هيرجع لربنا والمهندس ايهاب. يعني مهما وصفت ومهما قلت ومهما قلت حاجات كتير جدا مش هقدر اوفي حقه. عنده قدرة رهيبة ما شاء الله عليه ان هو يخليك تنجح، يعني هتنجح. كل شوية بفتكر لا انت هتنجح، يعني هتنجح. بليز ابديت. فاصعب الاوقات كان بيبعت بليز ابديت. صراحة كنا بنزهقه، بس برضه هو مش بيزهق مننا. يعني مهما قلت ومهما عملت حقيقي الرحلة كانت صعبة جدا ومش سهلة أبدا. أنا دخلتها يعني مجرد العلم بالشيء، لكن لا، الموضوع بقى كريتيكال جدا، وبجد بفضل مجهوده والفولو أب بتاعه احنا يعني وصلنا للموضوع ده. في أصعب الأوقات ما كانش أبدا يعني بيتهاون ان هو بليز ابديت واحنا في اصعب الظروف. يمكن انا عن نفسي كان عندي تجربه شخصيه اني كنت في بزنس تراب وكان في شويه مغامرات، وونس الطياره بس يعني نزلت والشبكه لقطت لقيت بليز ابديت، فقلت لا يعني مش كده. ولكن هو لو ما عملش كده احنا فعلا ما كناش هنوصل للي احنا فيه. انا يعني بشكر كل الناس وبشكر يعني ربنا في الاول واهلي واصحابي والناس اللي استحملوني، لاني انا يعني بقالي 3 شهور تقريبا مقصره مع الناس كلها، لاني بسمع كلامه وبحاول، وعارفه اني زهقتك كتير يا باشمهندس، بس يعني انا بجد فخوره اني عرفت حضرتك، وفخوره ان في حد يكون اونست وعنده كل الـ يعني ضمير قوي كده في ان هو يتعامل مع الناس ومع الطلبه بتوعه. بتمنى لك كل التوفيق، وحقيقي انا يعني اي حد تاني كنت ممكن اقول ان هو مثلا كورس وهيعدي، لكن لا، حسيت قوي بان الموضوع صعب لما بدينا نخش في الابديتس بليز. ولا حسيت الموضوع كمان لما كنت بقابل حد بتاع بي ام بي يقول لي مع مين، اقول له مع مهندس ايهاب شعبان، يقول لي لا 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 خلاص اضمن النجاح. كنت مش مستوعبه يعني ايه اضمن النجاح، ما اي كورس هاخده خلاص. لكن لما كملت لقيت الموضوع لا اكتر يعني دقيق جدا، وفعلا يعني ربنا يجازيه كل خير عننا وعن كل حد، ودايما بندعي لك. والحمد لله في اول يوم رمضان كل سنه طيبين، بجد دعوات ليك ان شاء الله ربنا يتقبلها، ومتشكره جدا وكل سنه وانتم طيبين.